السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل البداية أشكر كل المتابعين الكرام الذين يعلقون تعليقات محفزة ومنتقدة، أشكركم كثيرا وأطلب منكم ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا أكثروا من الضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل، ونعدكم دائما بالتجديد في هذا المحتوى. وحتى لا أطيل عليكم دائما نبدأ بأبرز عناوين هذه الحلقة. خبر عاجل، اعتقال الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي بمطار محمد الخامس بسبب شيك بدون رصيد. صورة لكاظم الصاهر يفترش أرض المطار تهز مواقع السوشيال ميديا. انتحار مذيعة مشهورة قبيل زفافها. نجمة بوليود كانيكا كابور تحضر عرسا بالمغرب. أوقفت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس صباح يوم الأربعاء الكوميدي عبد الفتاح جوادي مباشرة بعد حلوله بأرض الوطن قادما من فرنسا التي كان يقضي بها حياة التشرد. وعلمت قناتنا أن توقيف جوادي جاء على ذمة مذكرة بحث صادرة في حقه منذ مدة بسبب شيك بدون رصيد قيمتها 100,000 درهم. يذكر أن عدد من الفنانين والمشاهير المغاربة سبق لهم ووضعوا شكايات ضد جوادي بسبب السب والقذف والتشهير. تصدرت صورة نشرها الفنان العراقي كاظم الصاهر من صالة أحد المطارات وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به بينما يستعد للسفر. وأرفق كاظم الصاهر الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام بتعليق جاء فيه: ألتقيكم في كاليفورنيا. وكان القيصر قد نشر قبل أيام مقطع فيديو من حفلته التي أقامها أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وغنى الصاهر في نيوجيرسي وسط تفاعل هائل من الحضور معه، خاصة حينما أدى رائعته قولي أحبك. وعلق كاظم الصاهر على الفيديو: قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. حفل كاظم الصاهر في نيوجيرسي أمريكا. وأعلن الفنان العراقي عن مواعيد حفلته التي سيحييها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أحيا منها 2، وبقيت حفلة في 2 سبتمبر المقبل وأخرى في 4 من الشهر نفسه. وكتب في منشوره عبر الإنستغرام: حفلات كاظم في أمريكا، وأحيا كاظم قبل أيام حفلتين في شيكاغو وديترويت بأمريكا، إضافة إلى حفلتين أخريين في مصر، إحداهما في الساحل الشمالي والأخرى في دار الأوبرا المصرية، كما غنى في عمان الأردنية وبيروت اللبنانية وإسطنبول التركية وأستراليا ومهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في السعودية. وتعرض النجم العراقي كاظم الصاهر لموقف تكرر أكثر من مرة في حفلاته الغنائية، وهو اقتحام إحدى معجباته للمسرح في 9 من الشهر الجاري، حيث كان يحيي حفله الغنائية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. وصعدت إحدى معجبات القيصر إلى المسرح رغم التجديدات الأمنية الكبيرة لمنع هذه المفاجآت، واحتضنته بقوة مما أدى إلى شعوره بخجل وارتباك كبير. بدوره تعامل كاظم الصاهر بهدوء مع الموقف وتحدث إلى المعجبة برفقة والتقط صورة معها نزولا على رغبتها المستميتة في الأمر، كما رافقها حتى نزلت من المسرح بأمان، ثم عاد إلى الغناء وظل يطرب جمهوره لمدة 3 ساعات متواصلة. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من التعليقات على صورة المعجبة مع النجم العراقي، معتبرين أنه تصرف يضايق الفنان، خصوصا أنه جاء بشكل مفاجئ، مشيدين برد فعل الساهرة. صدمت المذيعة الأمريكية نينا باتشوركي الجمهور بانتحارها عن عمر يناهز 27 عاما قبل أسابيع قليلة من زفافها إلى خطيبها كايل هاس. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على جثة باتشوركي في شقتها في ولاية ويسكونسن يوم السبت الماضي عند الساعة 11 صباحا، وتم استدعاء الشرطة بعد أن اتصل الأصدقاء القلقون بالرقم 911 لإخبارهم أنها كانت تهدد بقتل نفسها. وكتب هاس في منشور عبر حسابه
حسابه في موقع الفيسبوك: أعلم أنها لم تعد تتألم وأنا ممتن لذلك. نينا أحبك أكثر مما يمكن أن تفهميها، كنت أعز أصدقائي وعالمي كلها. أنا آسف جدا لأنني لم أستطع إنقاذك. يذكر أن خطيب الراحلة يكبرها بـ11 عاما وهو مطلق وأب لطفلين. وكشفت آلي بيتر صديقة باتشولكي المقربة أن الأخيرة كانت تعاني من الاكتئاب الحاد، حيث قالت: بدت لي وكأنها مرت بالكثير وبدأ أنها سعيدة في أغلب الأحيان. أصبح المغرب الوجهة المفضلة للعديد من مشاهير الفن والرياضة العالميين الذين فضلوا قضاء عطلهم بالبلاد وأيضا الاحتفال بمناسباتهم الخاصة في العديد من المنتجعات السياحية. نجمة بوليود كانيكا كابور حلت قبل أيام بالمغرب لإحياء عرس أحد أصدقائها وكذا الاستمتاع بأوقاتها وعطلتها بالمغرب، حيث خطفت الأنظار رفقة مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بالحفلة. وحرصت كانيكا كابور على مشاركة متابعيها على حسابها الخاص بالإنستغرام العديد من الصور التي توثق زيارتها لمجموعة من المناطق، حيث حلت بالدار البيضاء وبالجديدة التي حضرت إحدى المناسبات الخاصة هناك. وتجمع كانيكا كابور صداقة قوية مع عدة فنانين عرب من بينهم البوب ستار المغربي سعد المجرد الذي سبق أن أبدت إعجابها بأغانيه وبالأعمال التي يطرحها. واستقبل المغرب طيلة الأشهر الأخيرة مجموعة من الفنانين العرب والأجانب، كان آخرهم الممثلة البريطانية من أصول تركية ياسمين أوغلو التي فضلت قبل أيام قليلة عطلتها بمدينة مراكش. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، ودائما سآتيكم بجديد الأخبار. أستودعكم الله، إلى اللقاء.